السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. مع فيديو جديد عرفتي عاد دابا ماشي عاد دابا وي قبيله فاش طلقت لكم لا فيديو طلقت لكم لا فيديو ديال المقلب اللي درت في راجلي، جبت سكر لراجلي الصراحه والله العظيم البنات الى راجلي ضري لا والله العظيم انا ياك دابا نتوما ضحكتوا في هذاك المقلب اللي درت له، وفي نفس الوقت دابا انا ملي كنشوفكم كضحكوا، ومهم يعني متفاعلين مع هذاك لا فيديو كضحكوا وتقول لي مسخوطه شنو دارت فيه، ها شنو وقع له هو هادي. المهم يعني حسيت بكم بانكم كتجاوبوا معايا في لي كومونتير، والله العظيم البنات لا خطيكم ولكن الخطيره لا ولكن الخطيره شنو هي ما رديت لهاش البال، حتى كنت كنتفرج في لا فيديو وانا نرد لها البال، هي داك القضيه قلت له ديك القضيه ديال عم كنتي كتهضر، قال لي كنت كنهضر مع باين فاطمه وانا دير لي طن في الدماغ ديالي ورا ديك الساعات شيخ فاطمه لا دابا انا حتى كنت كنتفرج فاش قلتي لي راه كنهضر مع باين فاطمه علاش دبل الهضره وانا خصني غير نسرب لا ما فهمتيش شنو بغيت نقول درتي بحال داك القضية ديال كبار كنهضر مع باين فاطمة قلت مثلا غنقولك شكون هو باين فاطمة غتقول لي هذيك اللي اختها اللي اختو نعيمة نعيمة اللي عندها اختها خدامة يعني كيعرف غير العيالات ما كيعرفش الرجال هي يعني كيعرف غير العيالات قلت له شكون قال لك باين فاطمة هي ولا حول ولا صافي. المهم لا خطيكم البنات على لي كومونتير اللي خليتوهم لي على لي جيم على التفاعل ديالكم في هذاك لا فيديو حتى ما كنعرفش سميتو. المهم جارنا وصافي دابا حبوباتي راني خارجه غادا معاه لشي صخره، ومن بعد بالنسبه للبنات قالوا لي اسماء نوضي الا غتصبني شي حوايج نوضي جمعي وراقك نوضي قدي الشنطه ديال البيبي صافي دخلتي في الثامن اش ما كتسناي ديال الطبيب الوراق ديال الطبيب لا ميتويال داكشي اللي غادي نحتاج دابا هما راهم عارفين زعما شنو غادي نحتاج يعني داكشي ما خصوش يبقى هكاك مشتت. والله العظيم البنات عندكم الحق مازال ما جمعت حتى شي حاجه، والحوايج اللي كنت جبدتهم قلت حتى نقرب نولد ان شاء الله عاد نصبنهم، ودابا حيت لا مازال ما صبنت والو كيما انا غادي نشوف واش ندوز الكارفور ولا المرجان شنو ما لقيت في الطريق غادي ندوز له باش ندخل ناخد شي حاجه ديال شي صابون ديال البيبي باش نغسل له باش نغسل نصبن زعما الحوايج صابون هاد الحجره صابون الحجره ما يصحيش نديرها في الماكينه تصبن انا يصحبي باش تغسلي البيبي من دابا غنشري الصابونه لا 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 الحوايج باش نطلعهم يتشمشوا يعني تغسلي لا غيبتي على حسب راكم عارفين على حسب الحساسيه وداكشي ما يصلحنيش على انني نغسل الحوايج ديالها غير هكاك باي مسحوق. ايوا صافي هي هذيك، وان شاء الله باذن الله نمشي مع شي شغال ديالو هو قلت لكم وعاد نطلع ان شاء الله الضميم اي حاجه درتها اكيد غادي نتقاسمها معكم هذا النهار قال لي غيتسناي مني واحد المقلب حتى انا ولكن ما عرفش المقلب هذا غادي يعول علي. شوف انا الا جيتي دير لي مقلب انا لا درت لك مقلب غنولد هو داكشي اللي كاين خليني حتى نولد وعاد دير لي مقلب ديك الساعه عاوتاني غادي نعرفي شنو غنلصق فيك انت اللي بسببك بالخلعه ديالك مشى لي الحليب عاق مشى الحليب غديري عليا ديك الساعه انت اللي غتولي تشري الطيس ديال لا تا ترطعي وتسالي عندنا فين ايوا مازال من دابا عامين واللي بدا دقتو عليها عن مزروب غتشوفني عندي شويه ديال الظلام. المهم مشينا قضينا الغرض ديالو اللي كان خاصو يمشي يقضي، ومن بعد جينا جلسنا هكا في الكافي ديال جاك بريل جلسنا هكا واحد شويه وعاد نوضو نمشيو. المهم انا خديت غير كافي كريم وهو خدا واحد الجو ديال السيترون
صافي هادشي ما كاين. عاد ان شاء الله نمشيو نطلعوا، قبل ما نطلعوا نمشي ندوز بعدا كارفور ولا مرجان نشوف كي قلت لكم هذاك لو برودوي ديال الغسيل ديال الحوايج ديال البيبي، باش ما يوقع ما يتوقع لا شي حساسيه ولا شي حاجه ان شاء الله باذن الله الا كمل كلشي بخير وعلى خير. ايوا وهادشي هادشي ما كاين. مازال كنقرا في تعليقاتكم، جالسه كنقرا في تعليقاتكم. بزاف ديال البنات كيقولوا لي صافي خرجتي على انس. واحد البنت قالت لي اسماء وجه الله ما تشري له شي رونج، قالت لي وجه الله اسماء لما تشري له رونج روفر بالتيلي كوموند ديالها على ما يحل الله، زعما على ما على ما نشريها ديال بصح. قتلاتني بالضحك. المهم قالوا لي بنات راه ملي غادي يجيك الوجع ديال بصح وتقول له ديني ما غاديش يديك. يديك علاش ما يديك؟ شتي بقيت فيه. انا انسان. هو قال لك انسان. لا لا ضروري ملي كيجي الحرق ديال بصح انا ديك الساعات راه كنت كنقول له لا 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 لا، اما اذا جاني عرق ديال بصح راه نقول له اعتق اعتق اعتق، غنكون انا واجده. الجب مقلب الحقيقة، مقلب راه ماشي هو الحقيقة. مي كتكون فيك الوجع ديال بصح راه نتينا براسك كتبغي تنوضي تمشي ماشي تقولي له لا بلاتي. ايوا صافي هادشي ما كاين. المهم هاد النهار جا كبرير عاد بدات كتعمر. Thank you.
دابا شنو خصنا اسماء؟ واش عرفتي شنو خصنا؟ لا خصنا غير شي سلسلة وطاقة هادوك ميكات النادل ديال الطبله ديال ميكا ملي كنهبط لفاس كنطلعهم معايا اللي اللوراني ديالهم تقريبا داير بحالو بحال ديال الثوب. ديري لهم 29 درهم، ديري لهم تقريبا 30 درهم. كاينين هاد القريعات هادو ديري لهم 16 درهم فاصلة 90. ها هما وهنايا عاوتاني ديري له هادو طويجنات هكا ديال الدجاج ديري لهم 10 دراهم فاصلة 90 وهادو ديري لهم 19 درهم فاصلة 90. مزيونين حتى هادو. كاينين هادو ملي جايين بحال هكا صغيورين ديرها مهرسه من هنايا هكا ديال الدجاج مع الغطيطيه ديالهم كاين ثلاثة كيديروا 11 درهم. قلبت هنايا على البرودوي ما لقيت حتى شي برودوي اللي قلت لك ديال الدراري الصغار كاينش. والو شوفوا هنا عاود هادو كاملين غير ديال الروايح ها هو وهذا ديري له 36 درهم. كاين هذا ديال الالوفيرا ديري له 37 درهم. هذا اللي مرسوم فيه البيبي مزيان. ها هما هما هادو كاين هذا على هذا الشكل وكاين هذا على هذا الشكل جوج بهم هما دايرين ما فيهمش كاع زعما البارفان داك الشيء. هادو دايرين فيه 25 صباينه كيديروا 36 درهم. شوفوا هذا ديال الالوفيرا. اهلا حبوباتي شخباركم كيف بقيتو؟ مهم
هو فلوغ واحد اكيد غادي يكون، ولكن مهم هذا النهار واحد اخر وماشي نهار جديد اولا مازال عاد الصباح ولا هذا راه الليل. فيديو ديال البارح ما قديتش انني كاع نكمل لكم، صافي جيت البنات للدار مور ما كنت في القهوه ومشينا الكارفور، جيت لهنايا للدار ساليه ما قديتش بتاتا نهز التليفون اولا نصور اولا نهضر معاكم. استغفر الله البنات، غنقول لكم جاني واحد القطع ديال الحريق شت بحال غادي نولد بحال هكاك، اللي مجرب الولادة عادية غيفهمني شنو بغيت نقول. شتي داك الانقباضات كاملين جاوني كاملين، ودابا الكارثة هو ان كتجي وحده مور وحده، ما كملاش دقيقه كتجي موراها وحده اخرى، ما كملاش دقيقه كتجي موراها وحده اخرى، ويقدر شي وحده يكون واقع لها نفس المشكل ديالي، كرشي كتحجر كترجع قاصحه وكتعطيني الحريق، كتعطيني الحريق هكا كتجي داك الشحطه كتعطيني حريق في كرشي كامله وكدوز عسي كدوز حتى كيغفر لي ربي الذنوب ديالي. عاوتاني كنقول الحمد لله ها هي مشات، صافي كنقول راه ما غاديش شويه تعاود ترجع، عاوتاني تولي ترجع لي عرفتي دقيقه مورا دقيقه، داكشي عجيب وغريب. المهم بداتني فاش كنت في القهوه ما جلستش على خاطري، ما جلسناش بزاف المهم، ولكن حتى التالي ومن بعد مشيت دزت الكارفور كيف ما شفتو. المهم داك الساعات بحال شي شويه ترخف عليا الحال، انا عاوتاني جيت لهنايا للدار وعاوتاني يشدوني وشي. دابا كنهضر معكم قسما بالله هي كرشي هي دابا تحجرات وعطياني الحريق. المهم بقيت كنقول لراجلي ويلي ما عندك داك الضحك اللي ضحكناه زعما، حيت ضحكت فريمون ضحكت حتى ضرتني كرشي في داك المقلب اللي درت فيه. بقيت كنقول ياك ما داك الضحك اللي ضحكناه شو سميتو هو السبب زعما غيتحقق غتحقق داك الولاده المبكره عرفتي. وكل ما نمشي للانترنيت كل ما نجلس نقلب، حيت انا نورمالمون ما كيجينيش كاع الحريق، ما كيجينيش كاع، فوقاش كيجيني حتى كنقرب حتى النهار اللي غادي نولد فيه، الحبلات ديالي كيدوزو هكاك عادي حتى النهار اللي كنولد فيه عاد كيجيني الحريق. هاد الحبله هادي سبحان الله العظيم هادشي اصلا مربي لي بالحريق، من نهار وقع لي المشكل وهو فيا الحريق تقريبا من داك الربع شهور وهو فيا الحريق، ما كيزولش كلشي كتحجر وكيجيني كي بحال الحريق. المهم صافي فجيت للدار قلت لكم ما درت والو، ما قديتش نهز لا تليفون لا نصور لكم ولا نهضر معكم ولا والو، بقيت هكاك تصوروا حتى الثلاثه ديال الصباح عدتني عيني وانا بالحريق. ومني ما بقاليش الحريق عندي في كرشي هبطليه على رجليا، هبطليه على رجلي بجوج حتى كيموتوا لي بالحريق على رجلي بجوج حتى لركابي. المهم شنو نقول لكم، ما نعست ما حسيت بداك الراحه دخلت لي حتى عرفتي شنو نقول لكم زعما الصحه اللي خطيها لينا فريمون، يكون عندك الفلوس تكوني ما عارف شكون بغيتي تكوني، المستوى ديالك ما عارف شنو، بنت من ما عارف شكون ما نعرف، الا ما عندكش الصحه ديالك وحاسه راسك بانك ترونكيلو اليز راه ما عندك حتى شي حاجه، الصحه هي راس المال وهي كلشي قسما بالله. واخا يعني هادشي راه ما غاديش نقول راه قلت الصحه ولا مرض، يعني هادي واحد الفتره وغادي تدوز، ولكن فريمون راه الصحه كتحسي بصحتك والو صافي ما عندكش الصحه مي يجيك الحريق وهذا داك راه كيتسمى اكيد مرض. المهم هاد النهار قيت عاوتاني النهار كامل مزدوحه ما درت والو ما كذبش عليكم قسما بالله، الا الطبقه من البارح منين نط في الصباح وهي هكا ما درت ما واخا جمعت نوسيات شوفوا راه مقاده وكلشي، ولكن بقوه اللي النهار كله وانا ناعسه يعني الغطاء مطلوقه حيت ناعسه هنايا صافي. المهم شفتش دابا شي شويه ترخف عليا الحال، المهم قلبت في الانترنيت وداكشي لقيت بان راه صراحه ما مشيت للطبيب حتى شي حاجه، غير لقيت بان راه نورمال هادشي كاين اللي كيتربانو بالحريق، كاين اللي قالك الرحيم كيستعد لهذوك التقلصات والانقباضات، المهم كل واحد شنو كيقول لك، خصك غير الراحه خصك الماء سخون. والله الا دايره قدامي البويه ديال الماء ها هي قدامي راه كنطيحها لي تما، البويه ديال الماء هي عامره ديجا دابا راها بردات، كل ما نديرها هكذا على كرشي وعلى جنابي ونهبطها هكا عاوتاني على كرشي على رجلي زعما على كرشي وداكشي باش على الله وعسى زعما يتكالما لي داك شويه داك الحريق. المهم هذا النهار صافا
كيجي ويمشي كيجي ويمشي، ولكن مره مره يعني ماشي كل دقيقه بحال البارح اللي دار لي في الليل، راه خطير. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اللي لي جعلها تكون شي ولاده مبكره، يا ربي يكمل كلشي بخير وعلى خير ونكمل 9 شهور، لان ما بقاش دخلت في الثامن، وكتعرفوا الثامن صعيبه فيه الولاده، الله يستر يقدر يوقع شي حاجه ماشي هي هذيك، ماشي انا اللي صعيبه عليا الولاده، يعني البيبي كيكون في خطر، اما انا راه نورمال غنولد غنولد، سواء كان داب ولا 7 شهور ولا 9 شهور غنولد غنولد. الكارثه هي ديال من بعد، يعني البيبي هو اللي المشكله، الله يستر. كيقول لك ديال صحابين 8 شهور ما كيعيشوش ولا كيتزادوا بشي مرض ولا شي حاجه، حيت كيكونوا كنظن الريات ديالو هما اللي مازالين ما كملوش دابا لحد الان، خصوصا دابا يعني وكا كنتود في 7 شهور يعني عادي، ولكن في 8 شهور كيقول لك صعيب الحال شويه، والله اعلم. مهم العلم هو اللي كيقول هذا الشيء. المهم بالنسبه للبنات كي قلت لكم تشوفوا ديجا نتوما تشوفوا هذا الشيء تشوفوا هذا في لا فيديو، ماشي في لا فيديو، في اللقطه اللي قبل من هذه، اما لا فيديو انا كان عندي البارح، هذا اللي شريته، هذا هو اللي شريته للحوايج، حيت هذا هو اللي لقيت فقط وغير هزيته، كان بامكاني ندوز نمشي للمرجان ونقص نقلب، ولكن داك الساعات راه كان ربي اللي عالم بيا، هزيته قال لي راجل يلا نمشي للمرجان، قلت له ما قداش، على اساس عاد نمشي للمرجان عاد ندخل عاد قلب عاد هادي، هزيت هذا وخبركم البنات ما مصبنا حتى شي حاجه، حتى داك الحويجات اللي من الداخل اللي كنت شريتهم اللي ديال الخلق وداك الشيء اللي كنت خديتهم من داك سي ان ا اولا ليفتي، ما بقيتش عاقله من منين كنت خديتهم فاش كنت دخلت المليليه، ما مصبنينش يعني باقيين جدادين هكاك وما مصبنين ما والو، وكنقول الله يسر البارح والله الا كنقول الله يسر لا تمشي تجيني شي 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 ولده على غفله وانا ما موجده والو، تصوروا هذيك المانيطه اللي غادي نديها معايا ما كايناش، ما كاين حتى شي حاجه لا ديالي ولا ديال بابي، يعني الحوايج كاينين خصهم يتجمعوا وانا داك الجميع مازال ما جمعت والو، حيت كنقول باقي الحال مازال الحال مازال الحال، ما وجدت حتى شي حاجه، مشاريا لي كوش مشاريا مشاريا لا لي كوش لا ديال البيبي ولا ديالي، مشارياش داك داكشي ديال ديال السماطه ديال الصريره، مشارياش لي برودوي ديال البيبي، ما عرفتي راه هكا 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 هاد الحاجات ما شارياهمش، واللي شارياه هو حطه هنايا وما مجموعش، يعني اش غنقول لكم، كنقول يا ربي يا ربي يا ربي يكون هذا غير حريق ماشي مشكل نستحملو يدوز معليش، غير يكون حريق ودايز من لافاتيك اولا من الوقوف اولا من الدروج اولا من البرد، المهم يكون غير حريق ودايز، ما يكونش حريق ديال الولاده، لان فريمون الحريق جاني ديال داك الانقباضات ديال شنقول لكم، اللي مجرب راه غيفهمني شنو بغيت نقول، والحمد لله على كل حال هادشي اللي كاين. المهم هاد النهار كيمشي ويجي كيمشي ويجي كيمشي ويجي، انا فاش كنت ديجا سولت الطبيبه داك المره فاش كنت مشيت لعندها كانت قالت لي البيبي جالسه لك على فم الوالده، هي اللي دايره لك هادشي، ومع اصلا الرحم كل ما كيزيد حيت البيبي دابا قالت لي غير كيكبر يعني كمل وصافي دابا غير كيكبر، يعني كل ما كيكبر كل ما كيزيد الرحم ديالك كيوسع وبهذاك الشيء كيوقع داك الحريق، وكل وحده قالت لي كل كرش وكيفاش كيفاش دايره. المهم بلا ما نطول عليكم بلا بلا، غادي نوض غادي نمشي نهز داك الحوايج كاملين ديال البيبي اللي غادي يحتاج، اكيد اللي غادي تحتاجهم، ما فهمتش علاش انا كنقول البيبي باسم مذكر وانا عارفه بان عندي بنوته ما عرفتش المهم حيت بيبي ام بيبي. المهم غادي نهز الحوايج ديالها كاملين ونمشي نديرهم في الماكينه ديال الصابون وندير هذا البرودوي هذا اول مره غادي نستعمله، وشو سميتو باش هكذا الله يسر وكا وجات شي ولاده ولا شي حاجه على غفله، اوموان بعدا نلقى الحوايج واجدين ديال البيبي، ماشي حتى الا مشيت شريتهم نقولوا كاع شريتهم جداد ما يمكنليش نلبسهم لها جدادين، لان خصهم يتصبنوا كيكونوا دايرين فيهم لي برودوي ولا الله اعلم، وداك الشيء ما يصلحش. شو سميتو خصني ضروري كي قلت لكم هادو شتي غير هادو اللي كنت شريتها هما ما صبنتهم حتى شي حاجه، هادو حتى شي حاجه ما من لفتي هادو كنت خديتهم، هادو ما صبنتهمش كان لوح موراي، هادو ما صبنتهمش هادو ما صبنتهمش، المهم ما صبنت والو والو حتى شي حاجه ما صبنتها، هادو باقي شي ما غيتلبسوش دابا، هادو راه حتى 6 شهور 9 شهور يعني، هادوك هما ديال الخلق هما اللي خاصهم دابا 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 مع هادشي اللي عندي هنايا، هادو كاملين اللي عندي هنايا خاصهم ضروري هادو يتصبنوا، المهم نمشي نجيب الشكه هي الاولى نجمع فيها.
صاحباتي صافي شتاتني السخفة عييت حق الله. المهم حبوباتي شنقول لكم جمعت الحوايج اللي خاصهم يتجمعوا باش هكا يداروا يتصبنوا وليت كنعيا صافي وليت عرفتي كندير غير شي حاجه قد هكا السفل ما كاينش القنطه والسفل وكلشي كلشي ما كاينش. المهم درت الحوايج هكا كيتصبنوا شفت تيتصبنوا ويسالي واخا دابا الليل غادي نشرهم في النشاره وان شاء الله غدا غادي نخرجهم للسطح باش يتشمشوا مزيان تقيل عليهم داك الشميشه كامله ديال النهار ومن بعد ان شاء الله تدير داك الثلاثه ديال العشيه وعاد ندخلهم من السطح يعني داك الشمس فاش تكون كاينه الشمس بزاف اللي غادي نخليهم يتشمشوا مزيان وصافي هادشي اللي كاين ونجمع خصني نبدا دابا نجمع ما كتبش عليكم ولا خصني نمشي عند الطبيب. اول حاجه غادي ندير هي خصني نمشي عند الطبيبه تشوف شنو كاين حيت داك المره واخا كان عندي حريق وداك الشيء قلباتني فاش قلباتني يعني لقات الوالده مشدوده وكلشي قالت لي يعني هذاك التقلصات اللي عندك اولا داك الانقباضات اللي عندك راه غير عادي زعما عادين يعني والده ما كتحل ما والو يعني غير ارتاحي وما ديريش تماره وهادي وهادي. دابا انا الكارثه قالت لي نتمشي دابا الكارثه حتى المشي اللي غادي نتمشاه ما كنقدرش نتمشى الصوره البنات مي كنبدا كنتمشى بزاف راه كاتي خصني نشد هكا من كرشي من التحت بحال كنحس بشي حاجه باغا تهبط لي طيح بحال هكاك كتبقى غدا وانا دايره هكا الكرشي وكضرني ما كنقدرش نتمشى بزاف. كي قلت لكم الله يكمل ويبقى على خير وبخير وصافي هادشي اللي كاين. المهم هنايا غادي نشد لا فيديو ما نزيدش نطول عليكم كتر من هكا زدت لا فيديو هنايا وغادي نحاول البنات نغبر عليكم نرتاح واحد اليومين لان فريمون ما قداش البنات لا نصور ولا ندير حتى شي حاجه راني البنات اللي كيقولوا لي اسماء تشاركي معنا النهار ديال الحريق راه فاش كيجيك الحريق راه امبوسيبل تصعيقي اولا تفكري انك تهزي التليفون وتصوري راه ملي كيكون الحريق ديال بصح راه امبوسيبل حتى تكوني مرتاحه عاد تقدي تهزي يعني دوزك داك القضيه ديال الحريق عاد ديك الساعه تهزي تقدي تصوري. اما الوقيته اللي يكون عندك فيك الحريق راه امبوسيبل ما عادش شي حد يكون معاك يصورك اما باش انتي تصوري راسك وانتي كتالمي انا بعدا ما نقدرش انا غير من البارح فاش جيت وجيت بحريقي راه ما قديتش نصور ما كذبش عليكم جيت وهاد النهار كامل كنقول غير نهز التليفون غير نهضر معاهم ما قديتش لا عاد حراك الولاده. المهم يدير الله الخير يدير الله تاويل ديال الخير ان شاء الله باذن الله نشوف كيف ندير نتقاسم معاكم الا ربي كتب اما الا ما كتبش تنقول لكم البنات انا تفكيت على خير وبخير اولا نخلي لكم بوست ملي شتني الحريق نخلي لكم بوست نقول لكم البنات مثلا راني جالي الحريق دعيو معايا ولا شي حاجه كي بحال هكا باش تعرفوا شنو كاين وابخي عاود نقول لكم راني ولدت على خير وبخير وإلا ما بنت لكم شعرفوا راه مول انا الدامات ايوا المهم اللي مكتبوا الله مرحبا به هادشي اللي كاين الاقدار بيد الله كلشي 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 فيه اي حاجه كتجي من عند الله فيها الخير مرحبا بها ما تجيكش غير من عند العباد هادشي اللي كاين. المهم نخليكم بلا ما نزيد نطول عليكم بلا بلا وكثرت الهضره وهادي تنطلقوا ان شاء الله في فيديو. المهم نحس براسي درت لاباس واكيد غادي نرجع معكم صبحت لاباس اكيد غنصور لكم سينو ما صبحتش لاباس وشتوني غبرت عرفوني راه غير مازال باغا نرتاح وصافي. يلا حبوباتي تهلاو وما تنساوش تدعيو معايا بالشفاء ان شاء الله تنطلقوا ان شاء الله عام قريب.